يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض معمول الجوز والفستق. انا عامله معمول التمر ورح تلاقوا كمان المقادير مكتوبه تحت بصندوق الوصف ورح احكيهم هلا وانا عم اشتغل. قبل ما بلش بالشغل اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. رح بلش اول شيء، اول خطوه رح اعملها انا عامله اليوم بس كيلو واحد من الطحين، بس رح ارجيكم الطحين اللي انا بستخدمه. هذا الطحين جدا سهل يعني بالتعامل، كثير كثير ظريف. بحط الكيس مثل ما هو حتى تشوفوا انه هذا كيلو واحد من الطحين، هذا النوعيه الظريفه، هاي النوعيه كثير ظريفه للمعمول والكعك. يعني عندي هون نص كيلو من السمن، السمن اي نوع بتحبوه انتو بتستخدموا. هذا بيطلع تقريبا شي كاستين، الكاستين المي اللي هلا شفتوه تقريبا شي كاستين، هن نص كيلو، يعني كل كيلو طحين بده نص كيلو سمنة. اذا كان هلا اليوم الجو يعني شوي دافي فبتلاقوها سايحة، هاي بحرارة المطبخ انا تركتها بحرارة المطبخ. اذا كانت جامدة معلش سيحوها شوي بس تركوها ترجع تبرد، لانه بيهمنا كتير تكون العجينة باردة. هلا انا اليوم ما حضيف لا خميرة ولا بيكن باودر ولا اي شيء، بس بدي احط شوي من المحلب. اذا ما عندكم محلب ما تحطوا، انا عامله معمول التمر قبل ما حطيت محلب ولا حطيت خميره، واليوم كمان ما ححط خميره بس راح احط شوي من المحلب. ضل عم بعجنها هيك لحتى كل حبه الطحين تتغلف بالسمنه. انا ضليت عم بعجن لحتى صارت بهالقوام، هذا شايفين كيف القوام، بتحسوها يعني صارت عجينه بس بعدها مو متماسكه، يعني بتفت هي العجينه هاي. وطبعا على حراره ايدنا وعلى انه تشربت حبه الطحين او الطحين شربت كل السمنه فرح تلاقوها ماعت كتير يعني، فنحن رح نحطها بهمنا كتير تكون بارده. رح احطها هلا بالبراد لبين ما اجهز الحشوات وبرجع بشتغل فيها، بس هذا القوام اللي نحن بدنا نحصل عليه. لتجهيز الحشوات عنا الجوز والفستق لازم نكسره قطع صغيرة، يعني ما يكون ناعم كتير، اما بتعملوه مثلا بالدقودة بهي الشاكوشة تبعت المطبخ او بتعملوه مثلا تبع العجين كمان بيصير، تحبوا تعملوه بالسكينة اللي بيريحكم اعملوا. راح اعمل اثنين نفس الشيء هيك بس كسرون تكسير بهالشكل هذا، يعني الاسرع لكم والاسهل ساو. رح اعمل نفس الطريقة للفستق بس رح ارجيكم كيف بيكون، يعني هذا القياس بدي اياه انا هيك هالشكل، ما بدي اياه يكون ناعم كتير. بعد ما طحنت الفستق والجوز رح نجهز الحشوات، رح جهز واحدة والتانية بنفس الطريقة. رح جهز الجوز هلا، طبعا الكمية حسب ما بتكون انتو حسب ما بكون عاملين، بس انا رح اقلكم يعني رح نحط هون معلقة واحدة بالسكر البودرة وبصير كمان نحط سكر عادي، ورح حط عليها قطر وخلطون اعجنون يعني لشوف لحتى يتماسكوا. بضل احط قطر لحتى الاقي صارت عندي عجينه. طبعا الجوز بيختلف شوي، الجوز عفوا مو الجوز، العجوه او التمر بيختلف، ما بنحط سكر وبس بنحط معلقه ولا بنحط قطر بس بنحط سمنه. هيك اخذت كفايتها من القطر، صارت لما مثلا بضغط عليها انا بهالشكل هذا، ها شايفين كيف بتصير عندي يعني مثل الكره او كذا. بس انا بدي حتى ما تلزق بايدي وكمان باخذ طعمه يعني كمان نكهه طيبه، راح احط معلقه واحده من السمنه حتى يتغلف كل سطح الفستق، ما تصير تعذبني كثير وقت بدي اشكلها واعملها كرات. خلص هلا هيك عندي الحشوه صارت جاهزه، الفستق نفس الطريقه. العجينة الفستق حطيت بالغطاء شوي من الماء الزهر، هذا اختياري بتحبوا تحطوه او لا. خلص هيك كمان عندي صارت هاي العجينة الثانية
جاهزه. العجينه بعد ما طلعت من البراد رح تلاقوها تماسكت اكثر لانه السمنه بتكون جمدت، فرح ارجع انا ادعكها شوي بايدي لحتى ترجع تطرى من اول وجديد قبل ما احط عليها باقي المكونات. انا هون جهزت، عملت كورت الحشوه الجوز والفستق بهالشكل هذا، كورتهم لحتى يكونوا جاهزين ويسهلوا علي الشغل. هلا من بعد ما عجنتها بترجع بتلاقوها صارت رجعت طريه من اول وجديد. راح اول شيء جايبه انا هون حطيت نص كاسه من القطر او الشيره، نص كاسه من القطر او الشيره، راح احط عليهم كاسه من السكر، سكر العادي، واحط عليهم كبايه مي، نفس الكبايه انا معي رفيقه. المي شايفين كيف يعني انا جايبتها من البراد متلجي، بس هاي مدري شو من السكر، بكون في احيانا شغلات. المي بتكون بارده، يعني لازم تكون بارده، انا حطيتها كنت بالفريزر للمي، وبخلطهم هيك لحتى يدوب عندي السكر والقطر. رح ضيف المي والسكر والقطر فوق الكل حتى لو ضل شوي من السكر ما بيأثر، وبنصير بنلم العجينه لم، يعني ما بعجنها مثل ما بعجن هيك بضلني بعدعك هيك، لا هي هاي المي كلها هلا رح يشربها الطحين، بصير بلمها هيك. شايفين كيف؟ يعني حتى اذا شفتوا المي مثلا انتم غدرتوا وطلعت المي عندكم بالنسبه للطحين، الطحين اللي مستخدمينه انه مثلا زياده، ممكن تحطوا شويه طحين، يعني رشه طحين بصير. هلا برجيكم القوام اللي بتكون توقفوا عنده. شايفين كيف بلش يشرب المي الطحين؟ بلشت تتماسك عندي العجينه، تصير اكثر متماسكه. هلا انا بدي اتركها شوي صغيره، شي ربع ساعه بس بالبراد، لحتى شوي تتماسك اكثر وتشرب كل المي وتنشف شوي، وبعدين بنشتغل مع بعض. هلا انا عملت العجينه بهالشكل هذا بشكل رول، وبقطعها بالحجم القالب اللي بدكم تستخدمه. انا راح استخدم هذا للجوز وهذا للفستق حسب القالب المتوفر عندكم، يعني طبعا الخشب هو افضل من هذا بكثير، بس نحن هلا هذا المتوفر عندنا اللي بدنا نشتغل فيه. بتحطوه بتقيسوا يعني بهالحجم مثلا، وبدكم تحسبوا حساب الحشوه. قطعهم بالقياس اللي بدي اياه انا كلهم، جهزهم. انا راح استخدم كيس لحتى شكلهم لحتى سهوله التعامل مع هدول القوالب، شوي بيكون صعب لانه بيلزقوا، مو مثل القوالب الخشب اللي نحن متعودين عليهم. طبعا العجينه بتكون طريه كثير، يعني مجرد انه نضغط عليها هيك بايدنا وباللفه نحن نسكر عليها. يعني الحشوه قد ما بتكون انتم بتحبوا تقللوا اقل من اللي انا عملتها او قد ما بيأثر، حطها وبضغطها. ممكن تستخدموا كيس، ممكن تستخدموا جرابات نسائية كمان كتير بتسهل الشغل. هذا شكله. بدي لكم كمان نصيحة، فيكم تعملون انتو تجهزون هيك بس تحشون، يعني رح ساوي واحدة كمان بالفستق تشوفوها، فيكم تحشون وتحطون بعد ما تساوون كرات، يعني هلا بقلكم كيف تحطون بالبراد ليسهل عليكم الشغل. بس انا رح احطها هلا هي هيك لكم كيف بالزيت، بحطها وبسكر عليها، بعملهم كلهم هيك بهالشكل وبصفهم بصينيه وبدخلهم على البراد شي 10 دقائق، وبعدين طالعون بشكلهم بيسهل عليكم وبضل النقشه محافظه على حالها. هلا كمان هي رح انا احطها هيك بهالشكل هذا، هلا بندخلهم هدول على الفرن على درجة حرارة 200 أو 250، يعني أعلى درجة عندكم. بدخلهم بحطهم
بالبداية من تحت وبعدين بشغل عليه من فوق. الصينية ما حقدهن شيء، رح أرجيكم كيف. طبعا نحن بدنا هدول الاثنين اللي أنا عملتهم، النقشة رح تضل، يعني النقشة رح تضل محافظة على حالها قدر المستطاع، لأنه هدول أصلا بالأساس هن نقشتهم فايشة مو مثل قوالب الخشب. يعني النقشة إذا كانت كل ما كانت غميقة لجوا رح تضل محافظة على حالها. قبل ما أدخلهم على الفرن بدي أقولكم شغلة صغيرة بس، طلع عندي أنا هاي الكمية 120 قطعة هدول، وأنا حطيت 3 كاسات من الجوز مع كاسة ونص من الفستق، هاي الكمية اللي كانت عندي. وزاد عندي كم شوية عجين حطيت هدول، شايفينهم هدول عجينة التمر، أنا كنت عاملة الكليشة زايد عندي شوية عجينة من التمر فاستخدمتها. يعني أنا الكمية اللي حقلكم إياها 3 كاسات الجوز وكاسة ونص فستق، عملوا لي هدول الكمية كلهم. هلا بدخلهم على الفرن على درجة حرارة مثل ما قلت لكم 250، يعني الفرن يكون قد ايه بيستوى قد ايه درجة حرارة أعلى شيء، بتحطوهم من تحت بالبداية بعدين من فوق. هاد شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن، أخذوا معي تقريبا 8 دقائق، كل وحدة وحسب فرنها الصراحة. يعني أنا ما بقدر أقولكم أنتم بدكم تنطرون توقفوا حد الفرن لحتى تراقبون. أنا هدول تبع الفستق ما بحمرهم كتير، بخليهم شوي أكشف من تبع الجوز، وأنتم حسب ذوقكم. يعني هدول اللي عملتهم كمان بالتمر كمان محمرتهم شوي، شايفين؟ يعني هن بعدهم سخنين، أرجيكم بس من تحت كمان كيف بتكون. هلا بس لأنه بعدهم سخنين بلا ما يفرطوا، هلا معي بشوف شي وحدة هون، شايفين كيف؟ هدول طلعوا قبل، بس بتركهم لحتى يبردوا شوي يهدوا وبعدين بنفضيهم وبرجيكم اياهم كيف بيكون شكلهم. معمولاتي هيك صاروا جاهزين، بدكم تحتفظوا فيهم، حطوهم بدون ما يقسوا، حطوهم بعلبه وسكروها، رح يضلوا طرايا وطبعا بفتوا وبدوبوا بتم. رح اكسر وحده تشوفوها كيف، شايفين كيف عم بتفت؟ هذا هو القوام، جدا جدا طيبين. الريحة طبعا هلأ بتاخد العقل. بتمنى انكم تجربوه، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير وتدعموني، ولا تنسوا تتابعوني كمان على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.